السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه. جيت اليوم نجمع شويه معكم، قلت ما درت فلوق، ما درت لا فيديو لا حتى شي حاجه، قلت المهم جيت نوضح شي بعض المسائل. بزاف ديال الناس اللي دخلوا عندي بالتعاليق، اللي كيخلي رقم التليفون ديالو، اللي كيخلي سميتو، اللي كيخلي الله يحسن عون، يعني بزاف ديال الحالات. وكاينه شي حاله اللي هي ما يمكنش الواحد يغمض عينه ويزيد يخليها، ضروري ما يوقف عندها. وكانت واحد الحاله بعدا جات من الناظور، كانت السيده مسكينه كانت يلا عملات سيزاريان ولدات، و المهم داك سميتو خمجات ليها، صورت عليه مسكينه، المهم هضرت معاها. وهذا ديك الساعه كانت يعني حاله مستعجله، جمعنا لها داكشي اللي قسم الله وصفناه ليها دغيا بسميتو. ولكن انا راه هادشي مثلا جمعته مع الناس ومع عند الوالده، ولكن ها انا كنقول الناس اللي كيدخلوا عندي دابا وكيخليو التليفون ديالهم، انا اي واحد دخل كنسجل التليفون ديالو. انا داكشي اللي غادي كنعطيه من الارباح ديال القناه ان شاء الله، ملي غنبدا نتخلص في القناه راه اي حاجه كتدخل من الارباح ديال القناه غادي تمشي ليكم نتوما. داكشي باش كنقول لكم القناه مازال محتاجه للدعم، محتاجه باش توقفوا معايا، محتاجه باش تعاونوني بالبرطاج، تصيفطوها للناس، تصيفطوها في الواتساب، تحطوها في الفيسبوك، باش القناه تزيد تكبر. وكل ما كبرت القناه كل ما تشافوا الفيديوهات كل ما غادي يكون المدخول مزيان، وكل ما غادي مثلا الناس غادي نعاون بها الناس كثر. ودرت واحد الخطه مثلا، اول خلصه مثلا نعاون بها 3-4 ديال الناس، الشهر الثاني مثلا 3-4 ديال المهم العوائل كنقول انايا. وغادي نشوف بطبيعة الحال، نشوف الحالات اللي هي مستعجله والحالات اللي هي ضروري غتكون مثلا محتاجه. كي حتى نسالي الحالات وكنت غادي نمشي ان شاء الله دائما. ومره في العام كنديروا قفط رمضان، كنا كنديروا افطار الصائم. هذا العام ما درناش بسبب ديال الكورونا، هذا المرض هذا اللي كاين ما درناش افطار الصائم. وعندي بالنسبه للجهه ديال كازابلانكا وبرشيد وداك النواحي، راه كاينه الاخت مريم هي اللي مسؤوله تما، هي اللي ان شاء الله من هنا الفوق هي اللي هي دائما كنديروا انا وياها، ولكن هي اللي غتبقى مسؤوله تما. والناحيه ديال مكناس فاسي فران ديك الجويه راه كاينه الاخت حرياتي فيه، هي اللي اي حاجه مثلا في ديك الجهه راه هي اللي غتكون على يديها. بالنسبه للناحيه ديال الغرب سيدي سليمان وداك الشيء راه كاين تما ثاني العائله اللي مدايرين. باقي ليا الناظور، مازال ما عرفتش شكون اللي غادي يكون تما، مازال كنقلب كنشوف شي واحد اللي نقدر يقدر يكون تما مسؤول، يكون ديما تما حاضر. وهذا هو المهم مازال كنشوفو. اش غادي نقول لكم؟ هذا الشيء باش قلت غادي ندخل غادي الفيديو باش غادي نهضر معكم. نيشان اصلحوا ليا شي حكاية تصل ماشي مشكله. المهم هذا هو، راه اي واحد دخل اللي شفت التعليق ديالو راه كنجاوبو، اللي الا شي تعليق كيمشي لي مثلا التعليق الغير المرغوبه ولا هذا ما عندي ما ندير له. وكنقول للناس جداد مرحبا بكم كاملين، وكنتمنى مازال الدعم والدعم والقناه. كاين تليفون واحد دقيقه. السلام عليكم. لا بس حسين الحمد لله كلشي مزيان. يلا حسيني كنهضر كنهضر عليك، كنعمل واحد الفيديو وراني ما قطعتش التصوير. الى الى لا 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 قلتي الى الى جات الى عجبك تانسية، الى ماشي مشكله غادي نحل الصوت وتهضري تانسية ماشي مشكله ياك. ولا درتي لي التليفون على شي حاجه مستعجله ماشي شي حاجه ولا واخا انا غنحل الصوت. اصبحوا لي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اختي فاطمه كي درتي؟ لاباس عليك؟ صحيحه الحمد لله. اختي بارك الله فيك. الحمد لله. عرفتي علاش عيطت لك اليوم؟ مرحبا. شنو باش عيطت لك؟ باش نبارك لك العشره هكا، مبروك عليك العشره هكا. اختي شكرا. مليون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نكملوا ال 100000 بعد عاد نقول المليون ان شاء الله. حتى انت ان شاء الله يا ربي كل شيء قريب عند الله. شوفي انت انسانه طيبه وقلبك طيب وكديري الخير والحمد لله. بارك الله فيك. تعلم فضل سبحانه وتعالى وفضل المتتابعين غادي توصلي بجهد الله ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اختي شكرا بزاف. الله يخليك. لا لقيت صراحة. نعم اختي. القناة ديالك في المستوى، صراحة القناة ديالك في المستوى وتبارك الله عليك وان شاء الله. بارك الله فيك اختي حورية. كثير كثير.
واللي عجبني انا بغيت نقول للمتتبعين بعدا نسلم عليهم الا كان الخط مطلوقياك يا مطلق مطلق غادي نسلم عليهم نقول لهم السلام عليكم المتتبعين كي درتو لاباس عليكم صحتكم مزيان نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وكنبلغ لكم تحيه كبيره وما تنساوش دائما الصلاه والسلام على الحبيب سيدنا محمد والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام المتتبعين ديال اختي فاطمه ديال فلوك ام امين كنسلم عليكم وكنبلغ لكم تحيه كبيره فين ما كنتو وبغيت نقول لكم تزيدوا تشجعوا اختي فاطمه وتشجعوها اكثر لانها تستاهل وتستاهل اكثر لانها صراحه القناه ديالها في المستوى وكما كتعرفوا القناه ديالها يعني من دارتها راها مخصصاها ان شاء الله بحول الله الارباح ديال القناه غادي يزوزوا ان شاء الله الاعمال الخيريه اللي كديرها صراحه في الخفاء هنايا في المغرب وبغيتكم نتوما تشجعوها يعني التشجيعات ديالكم غادي تكون يعني باشتراك ومشاهده هذا هو ان شاء الله تكونوا حتى نتوما مشاركين في هذا الخير هذا لانكم كنتم مشاركين في هذا الخير غير بمشاهده ان شاء الله راكم حتى نتوما مساهمين في ذاك الصدقه هذيك ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يعاون الجميع والله يسهل على الجميع اختي فاطمه الله يعاونك اللهم امين اختي حريه علينا بالدعايه كنبلغ لها ثاني واحد التحيه الله يحفظك اختي العمر ديالها بارك الله فيك بارك الله فيك اختي حريه شكرا بزاف بارك الله فيك شكرا بزاف لا قلت لك انا كنت كنهضر عليك سبحان الله وانت اتصلتي كنت كنهضر في الفيديو كنهضر على حساب سميتو كتب بالنسبه للناس اللي اي حاجه جات مثلا اي حاله كاينه الا كانت في الضابطه والنواحي راه كاينه الاخت مريم السباعيه قلت لهم بالنسبه للمكناس راه كاينه الاخت حوريه كيوم اي حاجه راه الاخت حوريه اللي كتمشي هي اللي كتايره ما شاء الله راه هي حتى هي القناه ديالها دايره على الخير اكثر ما انها دايره على راسها حتى هي كتعاون الناس بزاف وقلت لهم هي مثلا هي النقطه التواصل بيني وبين الناس اللي في مكناس وفاس والضواحي والنواحي وداك الشيء وبالنسبه لسيدي سليمه الله ترحب بك جنة اختي اي حاجه ديال الخير الله يحفظك اختي مزيانه راه سعدات اللي كيجري في الخير وكانت الوالده ديالي الله يرحمها كتقول لي سعدات اللي دار الخير وسعدات اللي سبق شي حاجه قدامه الدنيا راه فانيه راه ما كاين فعلا مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم شي حاجه ديال الخير انا كنقول مرحبا نمشي هذا هو المضمون فيك اختي حريه الحمد لله الحمد لله هذا هو الفضل من الله سبحانه وتعالى انسان يدير الخير والحمد لله حنا كنديروا الخير وربي الحمد لله على النيه ديالنا كيرزقنا فعلا هو اللي كيرزق فاطمه ربي يخليك بارك الله فيك ان شاء الله داكشي عجبتني واحد صراحه كنتي قلتي عليا شي ايام قلتي لي شي وحده هنايا في فاس مسكينه خاصها كريصه ياك يعني فعلا الوالده ديالها وقلت لك غادي اي وقلتي لي غادي نسكت لك حريه الكريصه وغادي تديها لها حتى لفاس مرحبا اختي فاطمه الله يحفظك اختي هذا هو المضمون فيك لا لا فين ما كانت واخا تكون حتى في دار البيضاء الحمد لله ما عندناش الله فيك شكرا اختي بزاف لا يخطيك هذا هو المضمون فيك اختي حريه لا لا يخطيك ربي يخليك اختي فاطمه ونخليك في التصوير ديالك بلا ما نزيد نزل من بعد ان شاء الله يلا اختي السلام عليكم شكرا لا انا مادام ملي كنت ملي كنت كنهضر عليه قلت بعدا بلا ما نوقف سميتو مع الراجل هو اللي كيصورني كيقول لي بيدي وقفيه قلت له حوريه لا غادي نشوف الا كان شي حاجه كثر غادي نقطع هادشي في المونتاج دابا المونتاج ما غاديش ينقص منه غادي نخليه بحال هكا حتى انا نسلم على المتتبعين ديالك صراحه نقدم لهم تينا واحد التحيه وتبارك الله عليهم مكبرين بك وداخلين عندك الله يكبر بهم وان شاء الله المتتبعين ديالك غادي يوليو المتتبعين ديالي اكيد ان شاء الله غادي نخلي الرابط ديال اخت حوريتي في غادي نخليه عندي في سميتو باش غادي يدخلوا عند اختي حوريه ما شاء الله تاهي عندها محتوى راه ان شاء الله لا يعلى عليه ما شاء الله عليها ونتمنى ان شاء الله تدخل عندها الناس اللي في المغرب مرحبا بكم اللي بغى يجي عندي مرحبا مرحبا بك جنة اختي حوريه بارك الله فيك شكرا بزاف اختي لا يخطيك شكرا بزاف اختي فاطمه خليتك الراحه نخليك الله يحفظك بارك الله فيك شكرا بزاف بارك الله فيك شكرا بزاف لا يخطيك ما غاديش نقطع من المونتاج ما غاديش غادي نخلي سميتو بحال هكايا هذه هي الاخت حوريه تيفي اللي قلت لكم هي نقطه التواصل اللي بيني وبين الناس اللي في مكناس والنواحي
وكاين الاخت مريم ان شاء الله المره الجايه عاوتاني غادي نعمل فيديو وغادي نهضر ثاني مع الاخت مريم في برشيد حتى هي ان شاء الله تعطيكم الكلمه ديالها حتى هي تهضر حتى هي وهذا. ومن بعد الناس اللي عندي في سيدي سيمان عاوتاني اللي تما اللي واقفين على هذا سميتو هذا اللي هي كاينه خالتي ورجلها هما اللي تما في سيدي سليمان. بالنسبه للناظر كما قلت لكم باقي ما عندي تما حتى شي واحد. غالبا كنتصل بالناس بالتليفون كنمشي مباشره مني ليهم. ولكن الا كانت مثلا شي حاجه هكا شي كروسه ولا شي هذا ولا ضروري غادي يكون تما شي واحد وغادي نشوف ان شاء الله. الا كان شي واحد تما في نظره ضروري غادي ان شاء الله غادي يكون شي واحد اللي يكون مثلا نقطه التواصل اللي غيكون مثلا بيننا وبين الناس اللي يكونوا مثلا محتاجين تما. هذا هو كنتمنى ان شاء الله ما نكونش ثقيله على قلبكم. نكون ضيفه خفيفه ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم ونتمنى تشوفوا الفيديو كامل ما تجروش فيه ما تقطعوش فيه لان هذا مهم بزاف الفيديو. وهذا هو نهاركم مبروك وعشركم مبروكه والسلام عليكم.